وقال أهل العلم العرب تسمي الطريق صراطا إذا جمع أمورا ستة. العرب تسمي الطريق صراطا إذا جمع أمورا ستة، يقول هذا صراط. ليس كل طريق تسميه العرب صراطا، وإنما الذي يجمع أمورا ستة هو الذي يكون صراطا. أولها وأهمها الاستقامة، وإذا تذكر معه صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. أول شرط للطريق حتى يكون صراطا أن يكون مستقيما. الأمر الثاني أن يكون متعينا، يعني لا يوصل إلا هذا الطريق، أن يكون واسعا يسع كل أحد يريد أن يمشي عليه، ما يضيق بأهله، ما يضيق بأهله. أن يكون واضحا، طريق غير واضح هذا ليس صراطا، الصراط هو الطريق الواضح. أن يكون أقرب طريق، لا يوجد طريق أقرب منه، لا يوجد طريق آخر أقرب منه. الأمر الأخير أن يوصل إلى المقصود، ما يقطعك في نص الطريق يقول انتهى طريق مغلق، لا، يوصلك، يوصلك إلى مرادك. فهذا إذا اجتمعت في هذه الأمور قالت العرب هذا صراط، هذا صراط. قال وهديناهم إلى صراط مستقيم.